بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم هو فيديو شخصي، ما له علاقة لا بثورة ولا له علاقة بشيء، بس بنفت على الثورة بشوية شغلات. سبحان الله، اليوم كان عندي مشوار على عزوز، مشوار شغل يعني مصلحة، فحكيت مع الشاب انه خيو نطلع قبل الظهر، يعني بشكل الظهر كون بعزوز، صلي الظهر بعزوز. قال لي ما في مشكلة، توكل على الله. والله طلعنا وصلنا على العزاز، قضيت شغلتي كلها نص ساعة، خلصت منه. سبحان الله، حسيت بحالي رايش تعبان شوي، فعم اقول له الشاب يا زلمة تعبان رايش، قال لي والله كأنه ضغطك نازل يعني مبين عليك. قلنا له خير، هلا انا معي بالسيارة دائما في معي جهاز ضغط وفي معي جهاز سكري، هاي عدة العتلي مثل ما بيقولوا. ففورا والله صف على جنب، اخذ جهاز ضغط اسلي ضغطي، قال لي الواطي عندك نازل. قلنا له خير خيو، قدر الله ما شاء فعل، شو نساوي. قلت والله مشتهي اكمل على الباب زور الدكتور محمود سلم عليه، ما حلو، صرنا قريبين منه ما نروح نسلم. فقال لي لا خيو، لك بينك تعبان، خلينا نلحق نرجع تروح ترتاح. والله قعد بالسياره، فتحت المقعد هيك كله لورا، قاعد تلقح وشد على الطريق. يعني الطريق تعبت، رشد كتير يعني كتير كتير رشد، اي صوت يصير جنبي قوي اتضايق، اي شو ما يعني انا في عادي على طول بشغل قران وبرتاح، مشغلين قران بالسياره متنكر هيك عم بعمل. والله هيك وصلنا على عفرين، صرنا بعفرين والله فورا طلع فيه لك كانك تعبان. والله تعبان كثير سبحان الله، ليك لحد الان عم احكيكم وتعبان رايج، وقت عم بحكي يا عم حس بدوخة، قلت والله تعبان. قال لي ثواني من حلة، لأنه بالقبولة نشوف أنا ما توحشي، استنى علي. قلت شو استنى عليك؟ قال دايا. قلت شو بدك تعمل؟ كانش تليفون دق والله، رفقاته شوام ساكنين بعفرين، والله ما في ثواني ولا جايين اثنين ثلاثة على موتورات لعنا. شوفي والله قال لهم حكاهم، قاموا قالوا الحقنا، قاموا اخذوني وراحوا ضلوا مكملين لعند مشفى اسمه الشفاء، والله نزلوني اسعاف على المشفى. فتنا على المشفى، شوفي ما في، قلت له هيك هيك عم يصير معي. ايه عود لشوف اسلي الضغط، ضغط نازل اسلي. اجى الدكتور عم يقول لي شو اعمل لك؟ قلت له يا زلمه انا بدي اعلمك، انت الدكتور ما انا، انا بقول لك شو صاير معي. هي لا ما هيك بس عم سايرة. قلت له خيو لا ساير، نعمل لي تخطيط قلب. والله حرام الزلمة حط وعمل لي تخطيط قلب فورا يعني على طلبي، وهي هيك قطينا، عمل لي تخطيط قلب واعطاني اياه. اجى الدكتور خلص تخطيط قلب، شافه قال لي ما فيك شيء. قلت له طيب شو هذا عم يصير معي؟ ليش هيك الضغط نازل؟ ليش هيك عم ادوخ؟ ليش هيك عم ساوي؟ قال لك تروح تراجع دكتور داخلية اختصاصي. قلنا له تمام، دلنا على شي دكتور داخلية. قال لي تكرم والله، دلنا على دكتور داخلية بداوم بعيادات الحكيم. قال لي هذا افهم واحد هون بالشمال، والله نسيت شو اسمه، شريف او شريف والله ما اتذكر. قال لي روح مشان تلحقوا. والله دورنا بالسيارة لهونيك بالسوق، صايرة هاي عيادات الحكيم، وصلنا لهونيك. قال والله الدكتور رايح طالع. قلنا له لا حول ولا قوة، ليش هيك معسر الشغل؟ كنت وصلت صرت بإدلب، أنا كنت وصلت حارم بدل كل الفتل. قام والله هذا الشاب معي، قال لا خيو ما رح مشيك لحتى أشوفك دكتور. قلنا له توكل على الله، بس ترى تعبت ما تحسن أطلع وأنزل من السيارة، بدك دكتور ينزل لعندي على السيارة. قال لي ثواني نلاقي دكتور. والله دق كمان تليفونات، ما شاء الله شبكة علاقاتها بكفاح. دق هيك، قال لي دليت على دكتور، ليكو هون بعيد عنا براس الشارع. قلنا له روح توكل على الله. والله راح لعند الدكتور، وصلنا الدكتور طابق أول، تعال ساعدني وطالعني، ساعدني وطالعني. طلعنا لفوق مستنى،
في عالم قاعدين، فانا فورا مبين علي تعبان وعابر. انا بدون ما اكون تعبان طلع عامل هيك حاطط ال 11 تعبان وعابس هيك قاعد وما في ممرضة قاعدين مرضى المراجعين. طلعت وحدة من جوا اساس ممرضة فسألته مدري شو، قال لها جديد اسعاف بدي فوتو. قالت له شو صاير معه؟ فقال له هيك هيك صاير معه. قالت له يلا طب ثواني. فات لعند الدكتور كان استأذنته وطلعت، قالت له تمام بس اعطيني البيانات. والله اعطاها البيانات. انا قاعد هون صحيان درايج بس صحيان. مهم قالت له بس حاسبني. هلا تكره مش قد، هلا انا بعرف افخم دكتور يعني بزمان بعز مرضي وقتها بدي دكتور عصبي اختصاصي اخذ 35 ورقه تشفي وغصيت يعني وقت اخذها. قامت قالت له 100. لما قالت 100 انا غب على قلبي، شو هذا ابن حرام هذا الدكتور، شو 100 ليره؟ قلت خلاص اندفعت لا تحر حالك يا ولد، لا حول ولا قوة إلا بالله. روحنا والله فتنا لعنده، ايه شو عم يصير معك؟ قلت له هيك هيك. قال بدي اعمل دي بعدك تعمل تخطيط قلب. قلت له معي تخطيط قلبك وجاهز، هاي تخطيط قلب اعطيته اياه. عمل لي ايكو للقلب هيك وقعد يتفرج وعمل ايكو وعم يقول لي شو عم يصير كيف كيف عم تحس شو عم شو بتاخد ادويه وشو كذا، عم يسالني اسئله روتينيه. مهم خلص عمل هيك حرك اجريك هيك تلقى هيك ارفع اجريك شو عم تحس كيف عم تدوخ. قلنا له هيك عم يصير معنا. فوالله هو كانه متوقعني اني بقول يعني من هدول بروح عند الدكتور رايح لعند ابو اللمسه السحريه، يعني لا عنده استعداد يساله شو معي او شو العلاج او شو عم يصير. انا بسال ما قد ما مر على راسي امراض وهيك، انا في عادي تعال يا دكتور فهمني شو عم يصير معي شو معي انا ليش مشان شو كيف. اي والله قلت له وبعد خلص قام من جنبي قاعد على ورا طاولته وعم يدق يكتب. انا شايفه عم يكتب عبي بهالروشتة عم يعبي بهالروشتة. قلت له شو طلع معي يا دكتور؟ قال لي معك داء نعيم. قلت له الان شو هذا؟ قال لي داء نعيم. هون صح صح صار الضحك. قلت له انا بعرف داء الجحيم معي ما داء النعيم. قلت له شو يعني داء النعيم؟ قال لي هاي نقص تروي للدماغ. قلت له بالله؟ قال لي ايه. قلت له هيك صاير معي؟ قال لي ايه. قلت له ايه تمام شو الدواء؟ قال لي لك الدواء جاهز كتبت لك اياه. والله كتب لي اياه هاي الدواء. فينا نقولكم الدكتور اسمه نبيه مراد، انا كنت مخليها لاخر الشيء. اسم الدكتور نبيه مراد. مهم قلنا له الله يجزيك الخير هات الدواء. اخذنا الروشتة طلع بكفاح جيب لي الدواء هون على الطريق ما بدي انزل على حالي مشتري الدواء. خلاص من هون بجيبوا معنا الدواء وما بتوقع يعملوا لنا قصة على الحاجز انه معكم دواء ما معكم دواء. الحاجز اول ما نص اللي كانوا على الحاجز نصهم مثل اربعهم بيعرفوني وفي واحد بيناتهم يعني عمل معي بوك فرطت من الضحك. قربت هيك لعندي طلع الان حط عكازي قدامي. قال لي يا زلمه انت كنت تمشي العالم على عكاكيز شايف شو الله عمل فيك صرت تمشي على عكازي قد ما كنت تجبر على العالم. صرت الضحك انا هو عم يقولها بمزح يعني طيبة قلب انا بعرفه الشاب طيب قلب. مهم جبنا هذا الدواء جاب طلع حق الفاتوره حق الدواء 235 ليره 230 ليره 5 اكياس سيروم و25 ابره 235 ليرة و 100 كشفية الدكتور 330 ليرة. هلا قول الحمد لله انا معي مصاري ادفع بس اللي ما معه يدفع شو بيعمل؟ فانا راجع صراحة الطريق ممقوت عم افكر انه يا الله دواء 230 ورقة وكشفية الدكتور 100. الله يلعن ابو اللي اعطاه شهادة الطب وابو اللي خلاه يفتح العيادة. عن جد بعمل فيديو اني متنكرز منه هذا نبيه مراد. وكملت النكرزه بعد الفطور عم بحكي مع شخص رفيقي قرايبي دكتور فعم بقول له هيك هيك صار معي. قال لي والله؟ قلت له قال لي شلون فحصات؟ قلت له هيك هيك. قال لي لك هذا نصاب هذا نجار موبيلي وعم يقول لك انا دكتور. قلت له ليش؟ قال لي اخي اول شغله انت بالعمر ما بصير معك نقص ترويدي دماغي بالعمر يعني عمرك لسه اصغر هني لكبار السن هاي. ثاني شغله حصرا بده طبقه محوري لحتى يبين معه.
قال لي انت عم تقول لي عمل تخطيط قلب وايكو للقلب بس. قلت له مزبوط، بس تخطيط قلب وايكو للقلب. قال لي بدك طبقه محوري اجباري. قلت له لا عمل طبقه محوري ولا شيء، انا بعرف الطبقه المحوري. قلت له ما عمل طبقه محوري ولا عمل شيء. قال لي هذا نصاب جماعه ابو الخمسه، هذا كان يشتغل نجار موبيليا، من ورا الثوره صار دكتور يمكن. قلت له يعني شو الحل؟ قال لي الحل تبعث له 2 3. قلت له قتلي بالعياده وضل طالع خالص. قلت له يا اخي المشكله بمناطق، يعني انا اللي لي موانع لي نص مصيبه، بس المشكله بعفرين يا اخي، ما لي موانع حد بعفرين، بالعكس وقت تصير قصه انا بنعرف اسمها لي علاقه فيها بجوز جنوبني وجعه راس. قال لي والله هذا الخيار اللي عنده. قال لي هذا نصاب كذاب، لا ترد عليه ولا تاخذ الدواء، خليك على الدواء القديم اللي كنت عم تاخذه ولا تاخذ هذا الدواء، هذا الدكتور ابن حرام نصاب اسمه نبيه مراد بعفرين الدكتور، احفظوا اسمه لا حد يروح لعنده، اخذ كشفيه 100 ابن الحرام، الله يلعن ابو شرف وكلب. المشكله عاجز عم تتنطوط علي العالم، تتمادى علي لاني عاجز ما عم بحسن رد له، بس باذن الله رح رد للكل بكره، كله عم سجله على الدفتر. شو اسمه؟ اسمه نبيه مراد، كاتب على بطاقته اخصائي صدريه حائز على شهاده البورد العربي في الامراض الداخليه، مجاز دولي في الامراض الداخليه، خريج مشافي دمشق وزاره الصحه. بس هاي المشكلة صارت معي اليوم. And someone when I am back in my home, I think when I am calling him, it's happy and talking with me, it's screaming in my face very much and angry with me. I don't know why. And I am talking him, this is happening with me today. I am very tired. I am very sick. And it's don't understand me. Good this. اقسم بالله عم سجل الفيديو دايخ رايج. مع العلم على فكره انا وقفت الدخان، يعني اللي من قبل رمضان كام يوم موقف الدخان خالص الحمد لله، يعني الله كرهني بالدخان، كنت ادعي انه يا الله اهون سبب كرهني بالدخان، كرهته كره يعني الدخان حاجه، هاي 12 دقيقه حاجه عشان رفع الفيديو. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.